بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. النهاردة إن شاء الله نتكلم ضمن سلسلة شاغل مخك، نتكلم عن مبحث غريب جدا وسر يكشف لأول مرة خاص بأسرار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو إثبات قطعي لا يحتمل 1% شك في إثبات أحقية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحجية أهل البيت. ونتكلم عن سورة الحمد المباركة وعلاقتها بأهل البيت، وهنطلع منها إثبات قوي جدا بيقول إن أهل البيت هم 14، حقية ال 14 معصوم، وأهل البيت والأشباح الخمسة نورانيين: محمد، علي، فاطمة، الحسن، الحسين. وكمان هنطلع منها بإذن الله رب العالمين وبإذن حضرة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن أهل البيت فعلا مساوين للقرآن الكريم، ولأن كل القرآن في سورة الحمد. فلو استطعنا أن نثبت أن أسماء أهل البيت تساوي سورة الحمد، فده بيكون إعجاز يقف أمامه أي جاحد أو ناكر لحق هؤلاء الطيبين المباركين أهل البيت: محمد، علي، وفاطمة، والحسن، والحسين، وعلي، ومحمد، وجعفر، وموسى، وعلي، ومحمد، علي، والحسن، ومحمد المهدي عجل الله فرجهم الشريف. يقول تعالى في سورة الحمد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الحمد مكونة من 29 كلمة، 139 حرف. المبحث بتاعنا على وجه الخصوص هنتكلم فيه عن الرقم اللي حير الباحثين والدارسين، هو الرقم 19. الرقم 19 هو 14 زائد 5. يعني ايه 14 زائد 5؟ يعني 14 معصوم زائد الخمسة اللي هم أهل البيت، اللي هم الأشباح النورانيين الخمسة، وأهل البيت معصومين اللي هم محمد، علي، فاطمة، الحسن، الحسين. الفيديو ده حجة، حجة لك أو حجة عليك، أتمنى من الله عز وجل أن يكون حجة لك، وأطالب كل من يشاهد هذا الفيديو أن هو ينشر الفيديو قدر استطاعته، لأنه نصرة لحضرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ببركة هذه السورة الفاتحة. وهي فاتحة ليه؟ لأنها فاتحة لظهور هذا الفتح العظيم إن شاء الله رب العالمين، فأنت مطالب بنشر الفيديو إن شاء الله. لكن تابع معي، فده احنا هنتكلم عن الرقم 19 وعلاقة سورة الفاتحة بالرقم 19 وأهل البيت. لو انت جيت عند الأسماء المباركة علي وفاطمة والحسن والحسين، عدهم لكده كم حرف؟ عين، لام، ياء، فاء، ألف، طاء، ميم، هاء، ألف، لام، حاء، سين، نون، ألف، لام، حاء للإمام الحسين، سين، ياء، نون. عدهم كده هتلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 كام؟ 19 حرف مباركين. تمام، نهيك ان بسم الله الرحمن الرحيم برضو 19 حرف. بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف. المعلومات المعروفة أنا مش هكررها، أنا بهتم في سلسلة البحثية أن أنا أتكلم عن حاجات ما حدش يتكلم عنها قبل كده ببركة صاحب العصر والزمان. فإحنا هنا لو رسينا الحروف الطيبة المباركة رؤيتها عبادة، بس رؤية هذه الحروف لما تيجي ترصها تاني كده بشكل بس أفقي: عين، لام، ياء، فاء، ألف، فاء، طي، مه، الحا، سن، الحسين. تمام، لما نيجي نرسم كده وتشطب لي الحروف المكررة هتلاقي اللام اتكررت. تمام، الياء ايضا كررت هنا، الالف اتكررت. تمام، الميم ما اتكررتش، الهاء ما اتكررتش، الحاء هنا اتكررت صح، السين هنا اتكررت، النون اتكررت. اتبقى لك كام؟ اتبقى لك حرف العين، اتبقى لك الفاء، الميم، الهاء، تمام، وتاني والطاء.
المفروض نكتب الطاء هنا تمام اهيت وننزل بالميم. يبقى ده اللي ما اتكررتش لما تيجي تحذف المكرر. عدهم لي كده، ادي 1 2 3 4 5، خمس حروف. لما نيجي نضيف اسم النبي محمد ميم حاء ميم دال تمام، اسم النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه اجمعين، وتيجي تشطب لي برضو المتكرر بنفس القصه هنا مع الحروف هنا، هتلاقي الميم هنا اتكررت، هنشطبها من هنا بالتالي هنشطبها من هنا، والحاء مكرره هنا والميم هنا مكرره، الدال غير مكرره، انزل لي بها هنا كده هتساوي عين، وادي الفاء برضو، وادي الطاء، الميم هنستبدلها بالدال تمام. طيب لما نيجي نشطب المتكرر تاني في معامله اخيره، طبعا دول برضو خمس حروف تمام، الرقم 5 معانا، البحث كله يستمر 5 و19، وفي الاخر البحث في هديه لاهل للرافضه وبشرى لظهور حضره الامام عجل تعالى فرج الشريف، ونصره لهذا الدين الطيب المبارك دين محمد ال محمد. انتظر لاخر الفيديو وخد هديتك ان شاء الله مني بحضرة بتوفيق حضره صاحب العصر الزمان. احذف لي كده المتكرر، ادي العين هنا، وادي الفاء، وادي الطاء، وادي الهاء، بقيت عندك الميم والدال، الميم والدال تمام، دي 5 ودي 5. يبقى اذا سر ال 19 هنا ظهر عندنا في الميم والدال. ازاي نثبت الكلام ده؟ لما تيجي لسوره الحمد الطيبه المباركه هتلاقي ان الميم فيها ذكرت 15 مره تمام، والدال ذكرت 14 مره، مجموعهم كام؟ مجموعهم 19. اللهم صل على محمد وال محمد. تعال معايا كده سوره الحمد، في سوره الحمد عد معايا، ادي الميم 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وادي احنا نعد الميمات بس، الميم 10 11 تمام 12 13 14 15. الدال اتكررت 4 مرات، ادي 1 وادي 2 وادي 3، انا معلمها بالرمد هنا 3 وادي 4، مفيش دال تاني تمام. تجمع الاثنين مع بعض، ميم والدال اللي اتبقت مع عندنا تديك 19، اللي هم مين؟ اللي هم علي وفاء وفاطمة وعلي، مجموع حروف 19، مجموع حروف علي وفاطمة والحسن والحسين. رؤية أسماء أهل البيت عبادة وشيء يريح النفس، جربوا حتى كورد وذكر يومي، ربنا هيكشف لك حاجات كتير. طيب دي ده مبدئيا تمام، ده مبدئيا أثبتنا أن هذه الحروف هي 19 ومجموعها، وعشان كده ربنا من ضمن الأسرار أن ربنا بدأ اسمه محمد بالميم ونهاب الدال. محمد بدأوا بالميم ونهاب الدال، اللي هم 15 والأربعة اللي هم 19. ده سورة البسملة، في سورة الحمد أول بسمها أنا بسورة البسملة. تعال بقى لحاجة تانية وهي الحروف. لو لاحظت في سورة الحمد هتلاقي أن في حروف مكررة، مكررة متساوية مش مكررة عادي، وهتلاقي في حروف مكررة فردية. يعني ايه مكررة فردي ومتساوي؟ عشان قبل ما اتكلم ده، مكرر متساوي يعني مثلا تلاقي حرف الالف اتذكر 22 مرة وحرف اللام 22 مرة، فده انا سميته مكرر متساوي لان الالف هنا سوى اللام في عدد تكراره في السورة الطيبة المباركة. وحرف مكرر فردي يعني زي حرف الميم مثلا اتذكر 15 مرة تمام، لكن هل في حرف تاني زي مثلا السين اتذكر 15؟ لا، مفيش حرف تاني غير الميم اللي اتذكر بنفس الرقم ده، فالاشتراك هنا في الرقم ال 15، يعني السين ما اشتركش مش 15 ولا اي رقم حرف تاني اشترك مع الميم في ال 15. فدي احنا هنسميها الحروف المكرره المتساويه، ودي هنسميها الحروف المكرره الفرديه. لما تيجي تبص للحروف اللي اتكررت بشكل متساوي تمام، هتلاقي عندك حروف اللي هي حرف الالف اتكرر 22 مره واللام 22 مره. انا اختصر الموضوع واقول لك مثلا الالف بيساوي اللام بيساوي 22 مره، فهمت القصه ماشيه ازاي؟ تمام. الصاد بيساوي الطاء، ودور ورايا عادي مش مشكله، بيساوي الضاء بيساوي غين، لان بقول لك ده لا يقبل واحد في المشك، بتساوي 2 بتساوي 2 مره، يعني الصاد اتكررت مرتين، الطاء مرتين، الضاد مرتين، الغين مرتين، فتساوت الحروف ديت عندي، فانا سميتها حروف مكرره ايه؟ متساويه. على هذا المنوال القاف والذال اتكرروا بالعدد واحد، الدال اتساوت مع الباء مع الواو ان هما اتكرروا بالعدد 4،
السين اتساوت مع الكاف اتساوت مع التاء. اعذروني على الخط لان انا خطي انا عارف ان هو يعني تقريبا زي الزفت يعني، لكن طبعا الخط بيحلو بكتابه حروف واسماء اهل البيت. فديت اسمها حروف مكرره متساويه اهو، دول اتساووا في التكرار، اتساووا في التكرار تمام. لما تيجي تجمع لي الحروف دهيت، ادي ال 22 وادي ال 2 وادي الواحد والاربعه والثلاثه، هيساووا كام؟ تجمعهم هيساووا 32. مجموع ال 32 يعني 2 زائد 3 بالجمع الفرد بيساوي كام؟ بيساوي 5. ادي اول حاجه. اجمع لي بقى الحروف المكرره المتساويه ذات نفسها، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 كام؟ 14. اللهم صل على محمد وآل محمد، بيساوي برضو 14، بيساوي 14. مجموعهم 19 اللي هم ايه؟ سر 19. 19 اللي هو علي وفاطمة والحسن والحسين، 19 حرف. طيب لو جينا الحروف المكررة الفردية اللي هي اتذكرت بتكررت، هي اتكررت لكن ما فيش حاجة اتساوت معاها في التكرار. يعني الميم اتكررت 15 مرة، ما فيش أي حرف تاني اتكرر بالعدد 15. معلش أنا بكرر، يمكن لغتي سريعة لكن اتعودت على كده. لو جينا نشوف الحروف المكررة الفردية دهيت، حروف مكررة فردية في الصورة، هتلاقيها حرف الميم وحرف الياء، حرف النون، الراء، العين، الهاء والحاء. تيجي تعدهم كده، 1 2 3 4 5 6 كام؟ 7 حروف بالظبط. عددهم 7 حروف، حلو، عددهم 7 حروف. السبع حروف دول زائد ال 14 حرف اللي هم اللي هم دول، ادي السبعة وادي ال 14، 7 دي علاقة تانية هي زائد 14 بتساوي كام؟ 21. عدد حروف ايه؟ عدد حروف اللهم صل على محمد وآل محمد، عدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 حرف مباركين، تمام. طيب لو جيت انت حسبت لي، شوف الجمال. طبعا سورة الحمد فيها 139 حرف، ديت عدد حروف سورة الحمد. لو جيت عند ال 139 وطرحتهم من ال 14 حرف اللي هم اتكرروا تكرار متساوي، تكرار متساوي، هتساوي كام؟ 139 ناقص ال 14 هتساوي 125. ولو جيت طرحت لي عدد حروف سورة الحمد ناقص الحروف اللي اتكررت تكرار غير فردي، يعني ما فيش حاجة سويتها، اللي هم دول حروف المباركين دول، هتلاقيها تديك الرقم كام؟ هتديك 132 تمام. تجمع لي الاثنين مع بعض، اجمعهم لي كده، 125 و132 هيدوك 257. يعني كام؟ يعني 7 زائد 5 زائد 2 بتساوي، ادي هنا 7 و7 يبقى بتساوي 14 معصوم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. هتروح يمين، هتروح يمين برضه، هم ال 19 وال 14 معصوم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. تعال بقى لاخر مفاجاه، ودي اللي انا يعني سايبها لك للاخر يعني، وهي ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال ان كل القران في الحمد، واوصانا باتباع الكتاب والعتره، قال كتاب الله وعترتي اهل بيتي، اني تارك فيكم الثقلين او الثقلين. وكل كتاب ربنا في الحمد، والعتره هم 14. ازاي نثبت ان الحمد، ان كل القران اللي هو ال 114 سوره بيساوي ال 14 معصوم؟ هي يعني الحمد لله عندي الاثبات ده بدلالات كثيره، هظهر بعض منها ان شاء الله، ودي ده جزء من هذه الدلالات انطلاقا من سوره الفاتحه. تعال معايا بقى، الشيعه بيقول لك ان هم عندهم 14 معصوم. إن الشيعة بيقولوا إن هم عندهم 14 معصوم، فهنشوف
كلام الناس دي صح ولا كلامه يعني قصة ماشية ازاي. أسماء ال 14 معصوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم محمد وسيدنا النبي محمد وسيدنا علي وفاطمة وسيدنا الإمام الحسن. يا الله يعني أنا عندي ورق مكتوب عليه اسم أهل البيت فما أحبش أحطه على الأرض. والحسين محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي زين العابدين وسيدنا محمد الباقر علوم الأولين والآخرين والإمام جعفر الصادق جعفر بن محمد والإمام موسى الكاظم والإمام علي الرضا. الله أسماء أهل البيت تشرح القلب. وسيدنا الإمام محمد التقي النقي وسيدنا الإمام علي الهادي جدنا الأكبر الإمام علي الهادي وسيدنا الإمام الحسن العسكري وسيدنا محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لما تيجي دول 14 معصوم نشوف الشيعة كلامهم صح والغلط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 معصوم. محمد ناخد يعني ميم، علي عين، فاطمة فاء، الحسن حاء، الحسين حاء، علي عين، محمد ميم، جعفر جيم، موسى ميم، علي عين، محمد ميم، علي عين، الحسن عين، ومحمد المهدي ميم. 14 برضو حرف بهذه الطريقة. يعني لو جيت تشوف تكرار كل حرف من حروف أسماء أهل البيت في سورة الحمد هكتبها، وأنا بقول لك حاول تنشر الفيديو قدر الإمكان نصرة لمحمد وآل محمد. لو حاولت تشوف تكرار كل حرف من حروف أسماء أهل البيت عشان ما حدش يستدرك عليه في شيء، أنا أقصد حروف أسماء أهل البيت اللي هي الحروف الموضحة المبينة لأسماء أهل البيت يعني قدر الإمكان اللي هي دي. يعني محمد مين في عدد تكرار التكرار ده هوت هنشوفه في سورة الحمد اللي هي كل القرآن اللي هي كل القرآن اللي هما 114 سورة. تمام، احنا خدنا حروف ال 14 معصوم اللي هم العترة هنشوفهم هيساووا سورة الحمد اللي هي 114 سورة المفروض تساوي كتاب الله يعني تساوي 114 سورة. هنشوف تكرار الحروف ديت، يعني الميم اتكرر في سورة الحمد كام؟ 15 مرة. العين اتكرر في سورة الحمد 6 مرات، الفاء لم تكرر يبقى هنكتب زيرو ده زيرو. الحاء اتكررت 5 مرات. الحاء 5 مرات، العين 6 مرات، الميم 15 مرة. الجيم لم تكرر فهنكتب زيرو، الميم اتكررت 15 مرة، العين 6 مرات، الميم 15 مرة، العين 6 مرات. الحاء اتكررت 5 مرات والميم اتكررت 15 مرة. تمام، لما تيجي تجمع لي الحروف الأرقام ديت براحتك كده براحتك اجمعهم كلهم هيدوك كام؟ 15 زائد 6 زائد 0 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 6 زائد 15 وصفر زائد 15 واجمع اجمع اجمع هيدوك كام؟ هيدوك 114. ادي وادي 114 عشان ما حدش يتحجج باي شيء. يبقى اذا نستندك اذا اهل البيت بيساووا القران. يبقى اذا الشيعة على حق. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم إلهي ربي سيدي مولاي، إلعن أعداءهم أجمعين. وزي ما بقول لك الفاتحة هي فتح نصرة حضرة الإمام عجل وتعالى فرج الشريف. انشر الفيديو قدر استطاعتك نصرة لمحمد وآل محمد وتعجينا لفرج سيدنا مولانا الإمام المهدي بتعريف الناس بأهل البيت بحق أهل البيت. أهل البيت في كتاب الله، في كل حرف من كتاب الله تقدر تطلع. وبفضل حضرة صاحب العصر والزمان سيد مولانا الإمام الخضر
وبفضل سيدنا مولانا امام الخضر تقدر تطلع حاجات كتير جدا. توكل الله عز وجل. والفيديو ده لو انت موالي فازدد يقينا ان انت على حق، لو انت مش موالي اعرف ان الفيديو ده انا اخشى ان يكون حجه عليك يوم القيامه. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعين.